بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قناة بنت الوادي الجديد للأشغال اليدوية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب جميعا تكونوا بخير إن شاء الله. جاني سؤال كتير من أكتر من حد بيقول لي بواقي القماش اللي هي بتتبقى من الملايات نعمل بيها إيه؟ بيتبقى معاهم نص متر ربع متر، بيتبقى معاهم متر إلا ربع، ما بيبقوش عارفين يعملوا بكام، يعني بيبقى عندهم كمية منها مش قليلة يعني بالنسبة اللي هما بيشتغلوا في تفصيل الملايات. فدلوقتي مثلا بواقي القماش عندهم يعملوا بيها ايه ويتصرفوا بيها ايه؟ لا ينفعوا مثلا تعمل مخدة ولا مثلا بيبقى لون غير لون؟ المشكلة ان الالوانات بتبقى مختلفة، كل واحدة بتبقى طلباتها في القماش غير التاني. فانا جايلكم ان شاء الله بفكرتين النهارده، والاتنين هيبقوا معاكم حلوين، وممكن برضو تستفادوا من بواقي القماش دي في عمل مشروع بيكم زي ما احنا بنقول دايما ان شاء الله. بواقي القماش ممكن نستعملها، هنعملها خداديات، كل ان شاء الله كل خداديه من طقم ومنفرده لوحديها مفيش مشكله، وتجمعيهم مع بعض. خداديات بيتباعوا لوحديهم في محلات 2.5، المحلات اللي بتبقى منزله المفارش بالذات على المواسم يا جماعه اللي هي بتاعه الاعياد ورمضان والحاجات دي، في ناس بتروح بتشتري مفارش وتشتري اللي هي كاس المخدات والخداديات، يبقى عندها مثلا طقم هلك منها شويه مفيش مخده مفيش خداديه، فبتستغل البواقي دي. وانا شفت فعلا محلات منزلاهم اكتر من محل، بس اللي هم بتوع محلات 2.5 على الاعياد والمناسبات جيرانك ممكن يحتاجوهم منك. فانت بتعملي المخدات الخداديات بمقاس مختلف، يعني مثلا تحاولي تكبري وتصغري، يبقى مبقاش كلهم اسطمبه واحده، لان بيبقى كل واحده خداديتها غير التانيه. فكره دي بتعمليها من بواقي القماش عندك، يعني دي بتبقى حلوه ان انت بتعملي مثلا كل يبقى كذا لون، مفيش مشكله بياخدوهم الاثنين الوان على حسب ما هي عايزه، وبتجمليهم بقى وبتخلي برضو القصه بتاعتك اكتر من قصه، ما بتعمليهاش كلهم، يعني ممكن تعملي اللي هي العاديه دي ما بتزيناش باي حاجه، يا دوب دي بتخيطيها في بعضيها ومفيش مشكله، ما فيهاش حتى القلاب يعني العاديه خالص. ممكن تعملي موديل تاني زي يعني موديلات كانك بتشتغلي للاطقم سرايا، هي بالقلاب بتاعتها تزينيها مثلا بشريط ساتان، دي كده فكرة تانية. طيب بعد كده عندي بواقي مثلا ما تنفعش ان انا هعمل منها خدادية او كياس مخدات، ولو هي قطعة كبيرة اعملي كياس مخدات تبقى مطلوبة. عندك مثلا قطع اعمليها مفارش زي دي، انا بعملهم مفارش زي دي، بتستغليها بقى لأي حاجة تانية، وبرده بتنزليها ممكن لمحلات في المواسم زي ما انا قلت لك. اي منظر عندك كده خديها قطعة حلوة كده قصيها وظبطيها، عندك شوية خرز اعمليها، ما عندكيش وردة صغيرة هتلاحظي انا على الطرف مش حاطة اي حاجة، يا دوب تانية صغيرة بس، وحطيت وردة من هنا اهو وردة من هنا، ممكن انا اديتها هنا بس تانية صغيرة بالخيط والابرة ما فيهاش مشكلة. ولو عندك خرز حطي خرز مثلا ايه يا دوب حاجات بسيطة كده فيه، ما عندكيش كده فكرة معانا زي دي. كان باقي قماش، وطبعا اطقم السراير بنعمل لها اوفر، فانا كان عندي شرايط باقيه منها اللي هي قطعه القماشه دي اللي احنا عاملينها شرايط وعاملينها اوفر، فانا استغليتها حطيتها على الحروف وعملتها مفرش بالمنظر ده، لفيت عليها داير ما يدور بالمنظر ده. دي برضو مفارش بتعرضيها على جيرانك على اخواتك على المنطقه اللي انت فيها اللي انت بتتعاملي معاهم بالملايات، وساعات بياخدوا لو انت اللي جايبه القماش بتبيعوا لهم زياده، لكن لو هو من ثمن القماش بتاعهم الاصل لا انت بتحاسبيهم على مصنعتك انت بس. يعني مثلا واحده جابت لك قماش واتبقى نص متر ربع متر، هي اللي محاسبه على ثمن القماش انت بتعمله، لو تقول والله باقي لك قطعه قماشه كذا انت بتاخديها، ولا بعمل لك فيها حاجه مثلا مفرش الكومدينتين مثلا او للسرير الكبير او للاطفال، وبتحاسبي على قد مصنعتك على اساس ان القماش ده تبعها هي مش قماشك انت. لكن لو القماش انت اللي جايباه وبيتبقى بواقي زي دي، اعرضيها وفرجيهم اول حاجه على الناس اللي بتتعامل معاكي في الملايات، هتلاقيهم مرحبين في الفكره وبتبقى شكلها جميل، انه يبقى معاهم من الطقم ومعاهم مثلا من نفس القماش الملايات ده عاملين منه مفرش تسريحه ومفرش للكومودينو للاطفال، وقماشته بتبقى جميل احسن من المفارش اللي احنا بنشتريها، بيستحمل معاكي الغسيل بصراحه بيبقى جميل جدا. اعملي بقى زي ما انت عايزه، ممكن واحد تتنيه، واحد تركب له فرنشه، ركامه، دانتيل، يعني اي حاجه زيني بيها زي ما قلت لك. بواقي القماش استغليه معانا كذا فكره، معانا فكره ان انت تعملي منه خداديات، اكياس مخدات، تعملي منه مفارش، تشكليها بقى زي ما انت عايزه. ممكن لو عندك كميه قماش من كذا من لون واحد اعمليه طقم تسريحه للتسريحه قطعه كبيره، واتنين للكومودينو. فاهميني؟ فهمنا يا حبايبي الفكره في ايه؟ ان انا بستغل القماش اللي عندي وممكن اكسب منه كمان. فيا رب تكون فكرة النهاردة عجبتكم ووضحت للإخوات اللي سألوني بواقي القماش بنعمل بيها ايه.
سواء بقى عندك بواقي قماش فر، وبواقي قماش الفر هتستعمليه في حاجات تانية هبقول لك عليها عشان دي ليها قصة تانية. القماش الملايات اديتكم ليها اكتر من فكرة، يا رب تعجبكم وتقدروا تنفذوها ان شاء الله. واشوفكم على خير في الفيديو القادم، واتمنى اللي ما اشتركش معانا في القناة يشترك ويفعل معانا الجرس عشان يوصل له كل جديد، وما تنسوناش من اللايك لان اللايك بيرفع من الفيديو ان ناس كتيرة بتشوفه وبتستفاد منه، ويا رب يجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم زي ما قلت لكم. وما تنسوناش من خالص دعاكم بظهر الغيب، ونتمنى لينا وليكم الخير والتوفيق دايما ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.